نادى حسين من مدينة الخميسات. استطاعت وفي ظرف وجيز أن تحقق شهرة كبيرة من خلال صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن ثمن هذه الشهرة كان غاليا، ولأسباب مجهولة تم طردها من العديد من المجموعات النسائية، غير أن ذلك لم يمنع من تصاعد أسهمها وتزايد عدد متابعيها في وقت قياسي، لا سيما بعد أن قررت هروج عالم الغناء والفن والإشهار. ندى حسين، بدايتك لم تكن سهلة، فمن فتاة موهوبة إلى نجمة صاعدة في سماء الفن المغربي، رحلة مليئة بالكفاح والإصرار على التفوق صنعت منك شخصية يعشقها الكثير ويغار من نجاحها الكسار الفاشلين. هل يمكن أن تحكي لنا عن البدايات؟ البدايات ديالي كانت في أواخر 2016. كنت فتح الحساب، يعني بديت فيسبوك، كنحط صور فيسبوك عادي. ابخي وليت كنحط صور في انستغرام، فتحت لي كونت في انستغرام وليت كنحط صور. يعني وليت كيدخل عندي ديك لي باج الكبار، يعني كنديروا شونج البي وداك الشيء. صافي حتى وصلت لهادشي اللي انا فيه دابا. الكثير من المتتبعين يشبهونك بكيم كارداشيان، هل تجدين نفسك قريبه منها؟ ثم هل انت فخوره بشكل؟ طبعا فخوره بشكلي وفخوره بهادشي اللي كندير. وبالنسبه للشبه ديالي بكيم، انا يعني ديما كنقولها في اي لقاء ديالي كنقولها، انا ما كنشوفش شي شبه بيني وبينها. شوفي، حنا كاملين عارفين الطريقه هي باش تشهرات، يعني هو تسرب ليها فيلم اباحي باش تشهرات. انا ما تشهرتش بنفس الطريقه ديالها، فاني يعني ما كاينش حتى شي شبه بيني وبينها. يقدر كانوا كيشوفوا من ناحيه الجسم. البعض صنفك من الجيل الجديد من المغنيات بفضل نمطك في أداء أغاني عاطفية وفق توزيع موسيقى عصري، ما جعل المتتبعين يتنبؤون لك بمستقبل ناجح. ما هي مفاجأة الصور التي تحملينها للمتتبعين؟ حاليا كنوجد سينجل عبارة على فيديو كليب مع شركة كابيلا ريكوس وفوتوغرافي نانو، كنوجه لهم تحية. غادي نصوره في الشمال وقريب ان شاء الله، يعني في اول شهر 11 غادي ينزل ان شاء الله. انتقدت في العديد من المناسبات دنيا باطمة، هل هناك خلاف بينكم؟ دنيا باطمة ما عنديش حتى شي خلاف بيني وبينها. كان وقع واحد المرة البروبليم بحق، ما كنظن ماشي بيني وبينها يعني خلاف، كان وقع مشكل بيني وبينها بزاف. صافي هادشي اللي كاين. هل مؤخرا تقدم مصدر فخر وتميز امام افراد اسرتك ومعارفك، وما رايهم في ذلك؟ شوفي، يعني لا فامي ديالي والاصدقاء ديالي يعني ما كيدخلوش ليا في داكشي اللي كندير. علاش؟ يعني هما عارفيني، الناس كيشوفوني كيحكموا عليا من خلال الصور وصافي. يعني العائله ديالي والاقارب ديالي ما كيدخلوش ليا في هادشي اللي كندير، حيت هما عارفيني انايا كيف دايره، يعني عارفين الشخصيه ديالي كيفاش دايره، فتيقولوا لي يعني تحملي المسؤوليه ديال داكشي اللي كديري. يعني انت اللي كينتقدوك الناس، انت اللي كتخرجي للشارع كيجيو عندك الناس، انت يعني تحملي المسؤوليه ديال داكشي اللي كديري. هادشي اللي كيقولوا لي. هل تعتمدين على مؤخرتك في تحقيق مصدر دخل؟ لا ابدا. انا حاليا يعني بزاف ديال الناس، انا راه مازال يعني تحت الاسره ديالي، يعني انا الاسره ديالي اللي مازال كتصرف عليا باش نقولها لكم. كتشبهوني بكيم، يعني كنت تبارك الله عندها ثروه كبيره بزاف الحوايج، واش انا عندي ديك الثروه اللي عند كيم؟ ما عندي والو، هنا بنت الشعب ما عندي حتى شي حاجه. صافي هادشي اللي كاين. من هو النجم المفضل لديك في بعدا؟ كنشكرك على هذا السؤال. هذا انا النجم المفضل عندي نجم الرياضه ابو زعتر، اللي ما شاء الله كبر بالرايه المغربيه وشرفنا في جميع الدول العالم، واللي جد حببني في هذه الرياضه هذه اكثر. وفيه هو سيدنا الله ينصرو، هذا له قصر بمدينه طنجه باش يعمل فيه هادشي ديال الملاكمه ويشجع الشباب. فيعني كنشكر سيدنا على هاد المبادره هادي الزوينه، وكنقول له ابو زعتر الله يوفقك يا ربي، يعني برافو شرفتي بينا وانا من الفان ديالك. شكرا. اذا كان ممكن تقدر تغني لينا واحد المقطع؟ حبيبي مهما سافرت، مهما تعبت ومهما غبت، يا روحي عني قريب.
يا حبيبي في غربتك مستنياك يا روحي تشوف كل العشاق مستنياك تعبتي تعبتي من الأشواق.